طلاب اليوم إن شاء الله راح نكمل ونتكلم عن موضوع الهيدروليك سيستم، الأنظمة الهيدروليكية، ونحكي شوية عنها قبل لا نحل السؤال أو على تطبيقات هذه الأنظمة. طبعا أكيد عرفتوا بالمحاضرة السابقة عن أهمية هذا يعني الأنظمة الهيدروليكية وكثرة استخدامها خصوصا يعني بالوقت الحاضر. السبب انه مبدا عملها انه هي هذا النظام الهيدروليكي يعني مصمم على ان يحول قوه صغيره، يعني ما يحتاج الى جهد عالي او قوه جدا عاليه، قوه صغيره، يحولها الى قوه اكبر اضعاف القوه اللي كانت في البدايه. يعني ماكو اي حاجه الى مثلا اجزاء ضخمه او تروس. ليش؟ لأنه مبدأ عملها أكو عن طريق الضغط السائل اللي موجود بهذه الأنظمة الهيدروليكية. لذلك إذا نريد يعني فد مراجعة بسيطة إنه من يتكون النظام الهيدروليكي، يتكون من مضخة. هذه المضخة شنو فائدتها؟ إنه هي تحافظ على ضغط السائل المحصور اللي ويزود هذه المنظومة الطاقة الميكانيكية. ذكرت أنه رغم أهمية هذا النظام الأنظمة الهيدروليكية إلا أنها كلها تتفق ب ديس أدفانتج، وهذه لها علاقة ب طبعا خطر الاستخدام. ليش؟ لأن قلنا راح تشتغل على مبدأ أنه ضغط عالي، فهذا إذا صار عدم تحكم صحيح بالضغط ودرجة الحرارة، فهذا راح يؤدي إلى طبعا مشاكل جدا خطرة وضخمة. زين، أما النقطة الثانية يعني خطورتها وشنو اللي ديس أدفانتج، إنه هي تكلفتها جدا عالية، تكلفة هذا النظام، وكذلك حتى صيانة هذه الأنظمة تكون تكلفتها عالية جدا. من تطبيقاتها اللي موجودة يعني حاليا بالوقت الحاضر، إنه نظام التحكم اللي موجود حاليا بالسيارات الحديثة، طبعا يكون هذا النظام الهيدروليكي منفصل يرتبط بالعجلات الأربعة اللي موجودة. تأثيرها شلون نشوفه؟ إنه لما أكو مثلا سيارات هاي الحديثة بالطرق الوعرة ما نحس بيها. ليش؟ مرات نقول أكو سيارة ما نحس بحركتها، ما نحس بوعرة يعني الطريق. هذا النظام الهيدروليكي راح يسوي سماحية، ينطي مسافة أكبر وسماحية للعجلة بين العجلة يعني الأرض. أوكي، وكذلك وين موجود؟ موجود بمكافح السيارات، إنه يعطيها مرونة بالحركة. طلاب، خلينا نطبق المعادلات الرياضية على نظام معين اللي هو راح تشوفوا هذا النظام اللي موجود قدامكم. فالمطلوب بالسؤال شنو؟ Drive the transfer function Z على Y أو في الأس أو the hydraulic system shown below that the two dashboards in the system are identical ones except the piston shift. هذا طبعا هذا النظام الهيدروليكي من متكون، عندي هنا نابض وهنا أيضا نابض و تو داشبورد أو مخمد هنا وهنا. هذا هنا بالشكل يصير السائل بهذه المنطقة، وهذا مكبس، وهذا طبعا نذكر بس إنه هذا مشابه يعني تو داشبورد، اثنيناتهم نفس الأبعاد ونفس الشكل نفس المساحة. تمام. بداية نريد نشتق معادلات النظام وبعد نوجد transfer function. أوكي، هذا هنا إنه إذا نعرض النظام إلى قوة مقدارها F، راح يتكون عندي إزاحة، هذه الواي مقدارها واي عند النابض أي، وكذلك هنا راح تصير عندي إزاحة اللي هي W، وطبعا هذا تأثر على كل النظام، وهنا الإزاحة عندي Z.
طبعا هذا الإزاحة واي دبليو زد، هاي طبعا إزاحة يعني تتغير عند كل نقطة. ليش؟ لأن مثلا الكيت هنا راح أيضا راح يكون لها تأثير، هنا الداشبورد أيضا يكون لها تأثير، تمام. فهذا النظام نقدر نعرفه بأنه نظام 2 degree of freedom. ليش؟ لأن نحتاج حتى نوصله بأكثر من coordinate اللي هو الواي والزد. فإذا أنا بداية أول ما أشوف السؤال وأعرف أنه هو 2 degree of freedom، فراح أحتاج معادلتين للحركة. أثناء ضغط هذا السائل، من قلنا يتعرض هذا الجزء إلى قوة واي ويصير هنا عندي ضغط، فالضغط اللي يصير هنا يكون أعلى من الضغط اللي أعلى البستم، يعني B2 راح يكون أكبر من B2 داش، والB1 أيضا راح يكون أكبر من B1 داش. فالمعادلات الحركة اللي تحكم لهذا النظام هو كالتالي. هنا لازم عندي K2، أول شيء نبدأ منها K2 في Y ناقص W، شو يساوي؟ لازم تتوازن مع هذه الـ A في المساحة في الضغط، راح تعطيني قوة، فالـ A B1 ناقص B1 داش زائدا الـ A في B2 ناقص الـ B2 داش، أوكي؟ أما المعادلة الثانية اللي تحكمها إنه عندي K1 في Z يساوي الأريا في B1 ناقص B1 داش فقط هنا، تمام. نجي نعرف الفلوريت. إحنا نريد يعني ملخص الكلام إنه نوجد علاقة بين الـ Y والـ W والـ Z، أو نوصل إلى علاقة بين الـ Y والـ Z. خلوا بالكم إنه هذا اللي إحنا نريد نوصلنا، وبعدها نوجد الـ transfer function. الـ B2 ضمنت في المعادلة الأولى، يعني شوفوا تأثيرها هنا، إحنا أيضا هنا عندي W، بينما هسه الـ K1 في Z إذا أريد نشوفها شنو اللي يساوي مقابلها، هو الـ A في B1 ناقص B1 داش، يعني الـ B2 ما مو يهمها، الـ B2 صارت ضمن الكيتو الإزاحات. إذا تلاحظون الإزاحات، إذا أريد نجي نعرف الفلوريت، الفلوريت الأول اللي هو Q1 يساوي الفرق الضغط B1 ناقص B1 داش على R. طبعا R هو المقاومة للفلو، اللي سواء هنا عندي valve أو أي شيء يعني يحدد الفلوريت، أوكي، يعني هذا قانون ثابت، تمام. فهنا نقدر نعوض بدل المعادلة الثانية، عوض بدل B1 ناقص B1 داش في Q1 في R، اللي هي هذه المعادلة، صارت عندي K1 في Z يساوي الـ A في R في الـ Q1. هنا يقول إنه الفلوريت الـ Q في الـ DT شو يساوي؟ يساوي الـ displacement للبستم في مساحة البستم، أوكي، في الكثافة. لهذا هنا نقدر نكتب هذا القانون أيضا اللي يخص الفلوريت، إن الـ Q1 في DT يساوي مساحة البستم في الإزاحة، طبعا جاي نحكي في دي دبليو ناقص دي زد في الرو، اوكي. فاذا اريد نقسم على دي تي، شبقى هنا Q1 يساوي الاريا في اوم دبليو دوت ناقص زد دوت في الرو، اوكي، او نقدر نكتبها بهذا الشكل، الدبليو دوت ناقص الزد دوت يساوي الكي 1 بدل شنو بالبداية عندي؟ راح يصير K1 على أي في الرو، أوكي؟ K1 على أي في الرو، أعوض بدل الـ K1 من هذه المعادلة، المعادلة اللي موجودة في أول الصفحة، الـ K1 هنا شو تساوي؟ عفوا الـ Q1 تساوي K1 في Z على أي في R، لهذا صار عندي هنا W دوت ناقص Z دوت يساوي K1 في Z على أي تربيع، هنا أنا أصلا أنا عندي أي بالمعادلة هذه، عندي أي، فصارت أي تربيع في R في الرو.
حتى نصل إلى هذا المقدار اللي هو أي تربيع الار في الرو يساوينا البي. البي هو الفيسكوس فريكشن كوفيشنت، كوفيشنت اللي انتم تعرفوه السي، احنا عادة ناخذ السي، فهنا هو بالكنترول بي، لأن احنا عادة مثل ما تلاحظون مباشرة اللي هو الفيسكوس فريكشن كوفيشنت ناخذ البي، ما ندخل بتفاصيل هذا المخمط شنو بي شنو أجزائه. أوكي، فإذا إذا نعوض بدل هذه القيمة كلها ب، يبقى عندي W دوت ناقص Z دوت يساوي K1 على B في Z. هاي المعادلة الثالثة. وأيضا هذا الكلام ينطبق على الرايت هاند سايد، أوكي، اللي هو Q2 في ال DT يساوي ال A في ال رو في دي W. اوكي، ايضا نوجد نقسم على ال dt، يبقى عندي q2 يساوي ال a في الرو في w dot، فنوجد ال w dot يساوي q2 على a في الرو، وال q2 شنو قانونها؟ يساوي وقت الضغط ال b2 ناقص b2 داش على r. فنجي نعوض بدل ال q2 هذا القانون هنا، وأيضا بدل أي تربيع في R في الرو هو ال B مثل ما ذكرنا قبل شوي، فتطلع عندي هذه المعادلة الرابعة. شو راح نسوي؟ راح نعوض المعادلة الثانية، هذه هي المعادلة الثانية، أوكي، راح نعوضها وين؟ نعوضها بالمعادلة الأولى، تمام، ونعوض المعادلة الرابعة اللي أخير شيء أوجدناها قبل شوية، هذه المعادلة الرابعة أيضا نعوضها بالمعادلة الأولى. أوكي، إحنا شنو نريد نعوض بالضبط؟ نريد نعوض بدل ال B1 ناقصا ال B1 داش، وبدل ال B2 ناقصا ال B2 داش. فبعد التعويض شنو يطلع؟ تطلع عندي هذه المعادلة، ال K2 في Y ناقصا ال K2 في W، هي هاي هنا بعد التعويض يساوي K1 Z زائد B في W دوت. هسه هنا يعني الموديلنج او الاشتقاقات خلصت، هنا ايش راح نسوي؟ راح ناخذ الترانسفير فانكشن لهذه المعادله، فبعد ما ناخذ اللابلاس ترانسفورم، عفوا اللابلاس ترانسفورم، فتطلع عندي هذه المعادله K2 في Y اوف ال S يساوي K2 زائد B في S في W اوف ال S زائد K1 في Z اوف ال S. هنا اخذنا يعني العامل المشترك في W of S، تمام، هذه المعادلة الخامسة. طبعا عندي معادلة اللي ناخذ اللابلاس ترانسفورم للمعادلة الثلاثة، فشو تصير المعادلة الثلاثة؟ طبعا هي حتى نوجد علاقة الترانسفير فاكشن بين الواي والزد، والمعادلة فلازم نلقى معادلة تعطيني قيمة ال W of S، لأن هي أصلا ما موجودة، يعني لازم نسويها إليمنيت. فإذا ال W of S يساوي K1 زائد B في S على B في S في Z of S. إذا آخذ هذه المعادلة السادسة ونعوضها بالمعادلة الخامسة حتى تخلص من ال W، فتطلع عندي هاي المعادلة function لل Z وال Y فقط. بعدها نقسم على قيمة ال Z إلى Y، أوكي، فتبقى عندي هذا الحد كله. اللي بعدها فقط ترتيب للمعادلة، فهنا شنو نسوي بالسؤال؟ انه يضرب المعادلة هذه كلها في B1 على B على K1 في K2 لكل من المقام والبسط، تمام، فراح يبقى عندي هذه المعادلة حتى يقربها كلش من المعادلة ال 2 degree of freedom او second order equation، تمام. وايضا اكو اختصارات انه T1 هو بي على K1 اختصار بعض التيرمز، و T2 هو بي على K2، فعوضها هنا بهذه المعادله، بالتالي طلع عندي الزد على واي بهذا الشكل اللي هو حتى يعطيني معادله second order T1 في S على T1 في T2 أس تربيع زائد T1 زائد 2 T2 في S زائد 1.